الفقرة دي فقرة تعرفني، هعملها مع جوزي، هسأله أسئلة وأشوف هو هيبقى عارفها عني ولا لأ. تاريخ ميلادي 21/6، وطبعا الفقرة دي هيبقى فيها نكد أكيد، عشان لو الحاجات دي معرفهاش شو يحصل قايد. تاريخ ميلادي 21/6، أول يوم شافني فيه وفين؟ أول يوم شافني فيه كان يوم 30/12/2021، وفين؟ كان في الزمالك. أحسن أكلة بعملها وأوحش أكلة بعملها. أحسن أكلة بعملها اللازانيا، بعملها حلوة قوي. وأوحش أكلة بعملها أظن أنه هو يقول الكباب الحلة أو اللحم بالبصل، لأن عمري ما عملتها حلو، لأن أنا حرقتها اللي أنا حرقتها بصراحة. أقرب حد ليا في الأهلي وبرا الفولي عامة، أقرب حد ليا في الفولي أي خالد، وبرا الفولي عندي كذا حد، عندي نرمين وعندي أفنان وعندي كذا حد يعني، فهو ممكن يقول كذا حد منها. لوني المفضل أظن باين هو الأزرق ولا مش باين؟ لوني المفضل الأزرق. لو ما كنتش لعبة فولي كنت عايزة أبقى إيه؟ هو أنا لو ما كنتش لعبة فولي وما كنتش مهندسة أظن أنا يعني هبقى ست بيت. هو أنا نفسي أبقى ست بيت بصراحة، نفسي ما أعملش حاجة في الحياة. أكتر مكان بحب أروحه وأنا زعلانة، هو وأنا زعلانة بقفل موبايلي ومش برد عليه، وبروح كل مرة نفس المكان وهو بيجي لي نفس المكان، في كافيه كده في العجوزة على النيل. أكلة مش بحبها وهو بيتعمد يجيبها في البيت، كبدة. بيجيب كبدة وبيجيب أي حاجة فيها لحمة، يعني مرة أنا بحب البيتزا جدا يجيب بيتزا باللحمة، بحس أنا أكره البيتزا. عندي فوبيا من إيه؟ عندي فوبيا من الأماكن المقفولة. الأماكن المقفولة دي بالنسبة لي ممكن أموت في ساعتها. آخر فيلم اتفرجنا عليه كان فيلم بتاع الكلب ده اسمه هاتشي، سواء قديمة قوي بس ده آخر حاجة اتفرجها عليها. المغني المفضل ليا وائل كفوري طبعا، ورقم المفضل 10، بس دلوقتي بحب 20 عشان ده دلوقتي ده رقمي في الأهلي، بس 20 حبيته بعد ما لبسته يعني، بس هو رقمي المفضل من زمان 10. أحمد معايا دلوقتي، هنسأله نفس الأسئلة اللي أنا لسه مجاوب عليها ونشوف هو يعرفني ولا لأ. أحمد سمعني؟ أه سامعك تمام. تاريخ ميلادي كام؟ 21/6. تمام. أول يوم شفتني فيه كان يوم إيه وفين؟ أول يوم شفتك فيه أول مرة؟ أول مرة شفتني فيها. أول مرة شفتك فيها كنا في المهندسين، كانت الساعة 11:15 وكان يوم تلات 31/12، تاريخ 31/12. تاريخ 31/12 كان في المهندسين؟ هو كان 31/12، بعدها رحنا الزمالك كانت نص السنة، فكان يوم 1/1. ايوه كده صح كده. طيب مين اقرب حد ليا في البولي؟ هم كلهم صحابي، بس اكتر اتنين انت بتكلميهم اي خالد ومعي الخليفه. صح. طب ومن بره البولي؟ من بره البولي برضو اتنين، اتنين اسمهم افنان. يعني ماشي، بس يعني في حد قريب قوي بره البولي. واحدة اسمها روان. لا، في حد قريب قوي من بره البولي. طب خلاص. طيب ايه لوني المفضل؟ ازرق. صح. لو ما كنتش لعبة بولي او مهندسة كنت هبقى ايه؟ دكتورة. ايه؟ دكتورة. اكثر مكان بروحه وانا زعلانة منك؟ اكتر مكان، طب اقول اسم المكان؟ لا اقول بس هو فين. عنيل عجوز. بيروح يجيبني من هناك وانا قافل موبايلي. اكله مش بحبها وانت بتجيبها البيت. انت مش بتحبي اكل كتير يعني، بس يعني الاكل برجر مش بتحبيه، ومش بتحبي او مش بتحبي الكبده، مش بتحبي تاني السمك. ماشي خلاص. طيب عندي فوبيا من ايه؟ برضو من حاجات كتير. لا هي حاجة واحدة عندي فوبيا منها، الأماكن المغلقة. آخر فيلم اتفرجنا عليه؟ هاتشي كنت لسه شايفينه امبارح. مين المغني المفضل؟
مغني ولا مغنية؟ معرفش يعني، اللي أنا بحب أسمعه. بتحب؟ إجابة واضحة صريحة واحدة. هو راجل ولا ست؟ مش هقولك، مش سهلها عليك. أنغام؟ إيه رقمي المفضل؟ 10. صح. خلاص خلصت كده. شاطر. احنا نجحنا في بعض من الاسئله وبعض منها غلط بصراحه.